إذا قامت الحرب لازم على الأقل ولي الصليب الأحمر الدولي في مجال من الاحتياجات إلى محاولة. سيستقبل الهلال الأحمر الجزائري وفد رفيع المستوى وهام من الهلال الأحمر الليبي، وهذا بطلب منه ابتداء من يوم 11 جانفي، وسيتم إمضاء اتفاقية شراكة يوم 13 جانفي بالملعب 5 جويلية، حيث تتم اتفاقية شراكة ونعطي الانطلاقة إلى قافلة إنسانية ثانية لصالح الشعب الليبي. نفتح قوسين، القافلة الإنسانية الأولى متاع ليبيا من تموين الدولة، لكن مثلا قافلة اليوم الصبح متاع تنزا واتين والقافلة متاع اليوم 13 للليبيين، يعني من طرف المحسنين جزاءهم الله خير.